مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية ضمن برنامج محافظات على فضائية الحقيقة الدولية الآن متواجدين ضمن محافظة المفرق، ومحافظة المفرق تضم مجموعة كبيرة جدا من اللاجئين السوريين، قدر العدد ما يقارب 250 ألف لاجئ سوري ضمن محافظة المفرق، وليس داخل المخيمات اللواء السوري وإنما داخل محافظة المفرق. نحن الآن متواجدين ضمن أحد الأحياء في محافظة المفرق، وبالفعل هذه الأحياء منسية من قبل بلدية محافظة المفرق، والتركيز هو على الشوارع الرئيسية فقط. كما تشاهدون الآن معظم هذه المناطق ومعظم هذه الأحياء تخلو من المراقبة من قبل القائمين على بلدية محافظة المفرق، وكما أسلفنا التركيز فقط على الأحياء الرئيسية وضمن الشوارع الرئيسية في محافظة المفرق. لمزيد من إلقاء الضوء على هذه المشكلة نلتقي مع عدد من المواطنين في محافظة المفرق للاستطلاع على واقع الحال في هذه المحافظة التي تحتضن أعداد كبيرة جدا من اللاجئين السوريين. المشكلة داخل هذه الأحياء مشكلة البلدية، البلدية يعني ما تمشي يعني بالشكل الصحيح بالنسبة لإزالة النفايات. احنا الآن أمام مسجد بيت من بيوت الله، وهذه مكرهة صحية، ومقبلين على الصيف، والصيف كما تعرف الصيف يعني درجة حرارة عالية جدا وقوارض وحشرات، فهذا شيء والله طلبنا فيه كثير، وحكينا مع البلدية وتواصلنا مع حالي أكثر من مرة، وحاولنا أنه نطلع بشيء أفضل، ولكن لا حياة لمن تنادي. شو تطالبوا من البلدية؟ نطلب من البلدية تنتبه شوية للأحياء، تنتبه للأحياء يعني أنه مو بالشكل هذا، تزيد كوادر البلدية تحل هالمشكلة. يعني بلد هاي مش معقولة أنه أنت بسط تجمع سكني ومسجد وناس وريحة، يعني أنا أجي على المسجد هذا أثناء الصلاة يعني الريحة تخليك أنه أنت والله ريحة مش طبيعية يعني. وطلبنا لأكثر من مرة، شالوا الحاويات، رجعتنا البلدية لنفس المكان. النظافة معدومة نهائيا، ما في أي نوع من أنواع النظافة والاهتمام، حتى على مستوى أن نتمنى نشوف مسؤول ضمن المنطقة، ما في ناس، والسيارة النفايات أجلكم الله ما تيجي بأسبوع مرة علينا، عدا عن المواشي بالحارات وعدا عن الكلاب الضالة. أما درجة أولى النظافة والحاويات أكوام. مقبلين على الصيف أنتوا شو تتمنى من البلدية؟ نتمنى من البلدية تحسين أوضاعها بشكل أفضل وتحسين الخدمة للمواطن. بالنسبة للنظافة المتواجدة في محافظة المفرق هي نظافة معدومة، يكثر فيها النفايات كما تروا، ومن الروائح الكريهة اللي يعني نتعرض لها في هذا، راح كمان نتعرض لها في هذا الصيف من القوارض. مقبلين على صيف راح يكون هناك البعوض وهناك القوارض وهناك يعني شغلات راح تكون، والأمراض اللي نتوقعها مجرد أنه يعني عدم النظافة. الآن النظافة متردية جدا، كل ما تمر لك قدام شوي نرجع للخلف بالنسبة للنظافة. البلدية يعني عتبنا على البلدية كثير، على رئيس البلدية، على أعضاء البلدية، هم يكونوا متواجدين في الأحياء حتى يروا النظافة على الطبيعة ويقوموا بنظافة بلدية المفرق. هنا دوما هاي نرى النفايات في كل مكان عند المدارس وكل بيئة، هذا لا يجوز، هذا غلط، نحن هكذا نلوث البيئة. أنت وين سكان وين؟ أنا سكان المفرق، حي الجنوبي. الحي الجنوبي حرام هيك والله، هيك انتوا قاعدين بتعذبوا بالناس، لازم تحافظوا على البيئة. المدارس كلها توسخة، كل ما واحد يشتري اشي بصير يرمي فيه، يعني حرام والله هيك حرام، لازم نحافظ على البيئة، النظافة من الإيمان. هذا مطلب عام للجميع بالمتابعة المباشرة مع البلدية، وكون عامل النظافة يقع ضمن اختصاص البلدية، مع وجود بعض الأوساخ والقذورات المترامية الأطراف على الحاويات وخارج الحاويات وفي مواقع العامة وفي الشوارع، تم الطلب من البلدية تكثيف الحملات النظافة على هذا الأمر، إلا أن الأمر لم يكن كما يريده المواطن. ومن هنا ومن طلق المسؤولية المشتركة والمسؤولية والحس المشترك، تم الإعاز لبعض البلديات ضمن محافظة المفرق، ووجود الكثير من المتطوعين بعمل حملة كاملة لمدينة المفرق، والتي انطلقت بيوم أمس من صباح من أمام دار المحافظة
المحافظة، حيث عملت هذه الآليات مشكورة لرؤساء البلديات الذين شاركوا ضمن الآليات جريدرات والجرافات والقلبات والكابسات لعمل حملة، وتم توزيعها على ضمن منطقة محافظة المفرق ومدينة المفرق بالذات، وتم إجراء اللازم وخرجنا بمدينة نظيفة وبيئة نظيفة، لأنه من حق المواطن أن تكون هناك بيئة نظيفة تعكس صحة المواطن ضمن مدينة المفرق. إلا أن غياب عنصر النظافة عاد وتكرر صباح هذا اليوم أثناء تجوالي في شوارع المدينة، وجدت بعض الأوساخ والقذورات مترامية وخارج الحاويات، الأمر الذي أصبح يؤرقنا حقيقة بإعادة النظر من جديد بوجود آلية ووضع آلية لكيفية المحافظة على بيئة المفرق التي هي مطلب عام ومطلب حيوي. مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية، استكمال لتقرير الحقيقة الدولية ضمن المحافظات وخصوصا في وسط الحي الجنوبي الذي لم يشهد زيارة لأي مسؤول في محافظة المفرق، بلدية محافظة المفرق حصلت على ما يقارب 4 مليون من خلال طبعا الأزمة السورية، و تعتبر بلدية المفرق الكبرى رقم واحد بالحصول على المنح والمساعدات والآليات، ورقم واحد في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ما لاحظناه في وسط محافظة المفرق. كان معكم من وسط محافظة المفرق الحي الجنوبي للحقيقة الدولية حسين علمات.